نرجع تاني للكلام، روحك وشخصيتك هي وسهولة اللعب هي أساسك النهاردة في الاستحواذ وفي تطوير المكسب بإذن الله للثلاث نقاط اللي هو اللي احنا بنبحث عنه ونعدي الشكل اللي جاي ده. صحيح بإذن الله. طيب مظبوط كابتن علاء. كابتن شريف اتكلم على عملية التدوير، بس أنا عايز أسأل سؤال بالنسبة لعملية التدوير اللي بيتكلم عليها الكابتن شريف. لو أنت ماشي كويس بالتشكيل وما عندكش لا قدر الله حد مصاب، يعني التشكيل ماشي وبيكسب، عندك الفرقة، التغييرات هتكون في نطاق ضيق طبعا. المفروض اللي هو لا قدر الله مصاب هو اللي يبعد ويخش حد تاني، هو عنده كوف، ده الوضع الطبيعي. طيب الطبيعي النهارده ان احنا مثلا نلاقي تغيير في الجزء بتاع او حته راس الحربه بتاعه بيرسي تاو، ولا ممكن نلاقي اكتر من تغيير؟ لا هتلاقي تغيير في بيرسي تاو طبعا، ده اكيد. ممكن تلاقي تغيير في نص الملعب ممكن بس انا بالنسبه لنص الملعب كنت دايما بقولها ايمن ان الثلاثه اي اتنين فيه موجودين انا بالنسبه لي كافي جدا. بس خلي بالك كابتن، ماتش النهارده نص ملعب ماشي، انا على فكره هو مش ماتش النهارده، وكل ماتشاتك دايما نص ملعبك لازم يبقى، لا انا قصدي عشان انا فاهم كمان. انا فاهم طبعا. طيب. المنافس بتاعك اكيد قوي جدا، فانت محتاج نص ملعبك يبقى مقفول كويس، لكن هو عامه نص الملعب حمدي فتحي مع السوليه مع ديانج مع حمدي فتحي، التلاتة كل فيهم مميزات ممكن يعني تحافظ على سيطرتك في نص الملعب. انا دايما بقول ان التلاتة دول يعني بصراحه التلاتة افضل تلاتة في مصر، افضل تلاتة في مصر. اي اتنين بيلعبوا على حسب المهام اللي بتطلب منهم بيقدر ينفذها كويس قوي وما عندكش مشاكل خالص. لكن هي المشكله مش نص ملعب بس، هي مش اتنين بس، المشكله دايما زي ما بقول لك انا الاتنين واللي قدامهم والمساعده وكده، لكن والطرفين طبعا. لكن دايما انت عايز حد واقف على ارض صلبه في نص الملعب، حد مجهوده كويس قوي دايما بياخد الكره الثانيه، واذا كان السوليه واذا كان حمدي فتحي الاثنين اقوى جدا في الحته دي، ويمكن حمدي بيتفوق على دي في دي على السوليه، لكن السوليه بقى عنده مهمه ثانيه غير حمدي. عشان كده مش لازم الاثنين يبقوا شبه بعض في نص الملعب، لازم يبقى واحد غير واحد صح. لكن بتطلب منهم دايما الحاجه الاهم ان هم دفاعيا اقوى جدا، المهام الثانيه لكن لازم يبقى دفاعيا كويس، عشان انت دايما بيهبمك اللي بيميز النادي الاهلي او الفرق الكبيره دايما ان هو استحواذه على الكره الثانيه، الكره الثانيه بتديك تفوق دايما مش طبيعي، لانك بتروح على مساحات وعلى فراغات وعلى وقفات كلها غلط. طيب نقول تشكيل النادي الاهلي النهارده باذن الله هيبقى محمد الشناوي حراسه المرمى، ظهير ايمن اكرم توفيق، ظهير ايسر علي معلول، وثنائي قلبي الدفاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم. ثنائي خط الوسط الدفاعي حمدي فتحي وعمرو السوليه، ورباعي المقدمه شادي حسين، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه ومحمد شريف. قولها مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى، اكرم توفيق ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، ثنائي قلب الدفاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم، ثنائي خط الوسط الدفاعي حمدي فتحي وعمرو السوليه، رباعي اللي قدام شادي حسين طرف ناحيه الشمال، حسين الشحات ناحيه اليمين، في القلب محمد مجدي قفشه ومحمد شريف كراس حربه. كابتن اسامه، اكتر من تغيير توقعنا تغيير او اكتر، بس هنا انت بتتكلم على تغييرين ثلاثه، لا مش تغييرين، ست تغييرات. لا لا بالخط القداماني في قفشه بادئ، محمد شريف بادئ، شادي بادئ، حسين الشحات بادئ، نتكلم على اربعه، وحمدي ورا متولي وحمدي فتحي، ما عندكش ديانج كمان. لا ما هو ملاعب النهارده حمدي فتحي بادئ بيه، فانت بتتكلم عن رباعي المقدمه كلهم متغيرين، واثنين ورا محمود متولي بيرجع لمكانه الطبيعي مكان ياسر، وحمدي فتحي بيلعب على حساب اليو ديانج. بص هو محمود متولي واضح ان الراجل كان بادئ بيه واصابته هي اللي بعدته ولعب ياسر، وحتى الماتش اللي فات ويمكن انا كنت مختلف في الحته دي شويه، وغير ياسر في الدقيقه 63 تقريبا ونزل محمود متولي، لكن خلاص محمود متولي لعب حوالي نص ساعه في الماتش اللي فات، وهو طبيعي بالنسبه للراجل هو الاساسي، فخط الظهر ما يعتبرش فيه مشكله. هتيجي لعمرو السوليه وديانج، صحيح اي اتنين فيهم بيلعبوا، ولكن ديانج كان متفوق في الفترة الأخيرة فبرضه، لكن تغييره برضه كنا متعودين عليها حتى مع
موسيماني، وكان بيلعب ساعات عمرو وفتحي، فتحي وديانج وسولية. هو تغيير الرباعي الامامي هما مش جداد، يعني حسين الشحات فتره كان اساسي، قفشه وشريف اساسا بيلعبوا كتير اساسيين، واحنا كنا بنطالب بيهم وبنقول ان قفشه يبدا في رقم مكان 10 دوت، وشادي حسين ناحيه الطرف. احنا قلنا شادي حسين بيلعب اكتر في راس الحربه لكن احيانا بيلعب طرف، ولكن هو ليه اسلوب في الطرف مختلف عن احمد عبد القادر. مظبوط. احمد عبد القادر عنده الانطلاقات اللي هي بتاعت واحد ضد واحد بيقدر يخترق، لكن شادي يمكن بيميل ان يخش جوه القلب كراس. أيوه. حربه بالظبط. والمشكله بس في المواقف الدفاعيه بقى، هل يرجع يسند مع معلول ورا والجزئيه ديت، بس دي هتبقى مهمه عمرو السوليه وحمدي فتحي لازم ياخدوا بالهم منها. فهي في عرف الكوره ست تغييرات كتير مره واحده، ولكن معظمهم اساسيين، معظمهم لعبوا كتير، معظمهم مش غراب على الفرقه، فمش مش هتاثر كتير على الاداء الفني، ولا ممكن تاثر على انسجام. بص ممكن تاثر بصوره ايجابيه، انها هتدي روح ان عايزين يثبتوا نفسهم اللي هم ما كانوش بيلعبوا. يعني احنا قلنا قفشه الماتش اللي فات واضح من ملامحه، وحتى لما جاب الجون ما جريش، لما لعب الكره بتاعت الجون ما جريش، وواضح انه زعلان. فالنهارده طب انا العب، انت بتلعب اهو، فممكن يموت نفسه. يعني هتدي له دافع انه لا انا اللي لازم اخد المكان ده. نفس الشيء شريف، نفس الشحات، نفس الشيء لحسين الشحات.